السلام عليكم، معكم محمود من قناة الولايات. ليه بندفع مئات الالاف من الدولارات علشان نشتري بيت او فيلا او شركة او مكان؟ يعني المكان اللي انت بتختاره ليه بتدفع فيه مئات الدولارات اصلا؟ علشان يكون فيه، ما يكونش فيه الازعاج اللي احنا سمعينه ده دلوقتي، عشان يكون فيه الخضرة اللي احنا شايفينها هنا دي دلوقتي، علشان ولادك يتربوا في حتة كويسة، عشان شركتك اللي انت بتأسسها في المكان ده الناس تقول عليك ده راجل محترم، ده شركته كبيرة، ده شركته تقيلة، ده فاتح في المكان الفلاني، او شركته يملكها في المنطقة الفلانية المشهورة بالشركات الراقية والمحترمة. الراقية والمحترمة ليه بتسكن في مجمعات سكنية؟ علشان نفس السبب، عشان ولادك يتربوا كويس. ليه يتربوا كويس؟ عشان المنطقة اللي حواليهم كويسة. يعني البعد الاجتماعي في التفكير في دفع أموال كتيرة هو استثمار في المكان، استثمار في الكوميونتي اللي حواليك. فأنت بتبحث عن الكوميونتي، بتدفع ثمن الكوميونتي اللي أنت هتسكن فيها أو تأسس فيها شغلك. طيب مواصفاتها إيه هذه الكوميونتي؟ يكونوا راقيين، الناس اللي ساكنين حواليك راقيين، يعني ما بيعملوش صوت عالي، ما بيعملوش تصرفات شاذة، ولادهم أسوياء، مش بيقعدوا يزعقوا، مش بيوسخوا الأرض والشوارع، الشوارع نفسها نظيفة، الخدمات موجودة ومنتظمة وفي صيانة مستمرة. تعرف منين اللي حواليك إذا كانوا ناس تليق بالكوميونتي ولا لا؟ عربياتهم ماركاتها إيه؟ موديلاتها إيه؟ جديدة ولا لا؟ في ناس اول ما بتشوف ناس في المنطقه اللي هيسكنوا فيها او بيخططوا يسكنوا فيها، الناس عندها عربيات لانسر، كورولا، ساني، نيسان ساني، الحاجات دي، يقول لك مش من مستوانا، الناس دي تعبانه، عندها عربيات تحت المتوسط او عربيات عاديه. على فكره في لا مش دي شاحنات، يعني ايه بتعدي هنا علشان المنطقه دي فيها مصانع، فما تليقش انها تكون كوميونتي كويس. لكن لما اروح قريب شويه هوريكم حاجه قريبه قوي اللي انا بتكلم فيه ده، وتنفع كوميونتي محترم جدا. شوارع نظيفه واسعه هاديه، الخدمات موجوده منتظمه ليها صيانه، الولاد ما بتجعرش، هاديين، تقدر تجري بالعجله زي اللي كان بيجري ده من شويه، زي ما شايفين في صيانه مستمره وفي ازعاجنا، بس هناك مفيش ازعاج، بيعملوا الصيانه بهدوء شديد. أضف إلى ذلك في مساحات خضراء ومساحات زرقاء، يعني بسين، يعني قنوات مائية، الضوال أو اللي اسمه إيه، الطبيعة، الشجر، الغابات، حاجات طبيعية موجودة. أنت عايز إيه غير كده؟ جو متجدد نظيف، ماشي في أمان، الأمان مهم جدا، حدش، يعني نسبة السرقات تقترب إلى الصفر في هذه المنطقة. الحيوانات الأليفة ممكن تربيها بدون أي مشاكل، الشوارع متجهزة ليها، في ممرات يمشي فيها الحاجات دي، الكائنات دي، أماكن مخصصة لتنزه الحيوانات بمعنى أدق. في إيه تاني؟ في ممكن حيوانات أنت ما تعرفهمش موجودين في الشارع زي الكلاب والخطط، محدش، مفيش قطة تيجي تتعرض لك وعايزة تاكل من أكلك، مؤدبين، مفيش كلب يجي هوهو عليك كده من باب للطاق إلا إذا كنت بتعمل حاجة مريبة أو بتقترب من بيت بشكل مريب وهو بيحرس البيت ده. لكن الكلاب في الشوارع والقطط تلعب معاهم هاديين جدا، تحس إنهم شاربين مخدرات واخدين حقن متبنجين للعب فقط، ما بيعملوش أي حاجة تانية غير إنهم يلعبوا مع حضرتك. طب الذمة مش ده كوميونيتي حلو حتى مع الحيوانات؟ الكوميونيتي بتاع الحيوانات برضو كويس، مفيش قطة تخش بيتك مهما تفتح الباب وتسيبه مفتوح، ما تخشش بيتك الا باذنك. ايه الادب ده؟ ايه الاخلاق دي؟ فكوميونتي زي ده بوريه لكم، زي اللي على شمالي في كل حاجه، حتى وفي الصيدليه واربعه سوبر ماركت موجودين، غير المطاعم، ما فيش مطاعم شاورما او مطاعم الوجبات الجاهزه اللي هي الاكل السريع ده. ده هنا بارك برضو، حديقه ظريفه جدا اوريها لكم، والعاب اطفال وكل حاجه، ده مجانيه على فكره الحديقه دي، ومفتوحه 24 ساعه. قابل بقى، اروح اخلص مصلحه
وارجع لكم، ولا اقول لكم نخلص الاول وبعدين نتكلم في حلقه جديده ان شاء الله. ده الكوميونتي يا جماعه، اللي هو تعيش بامان وبدون مشاكل، وحيواناتك في امان، وانت في امان، واولادك في امان، وفي المتنزه بتاعهم وانت في المتنزه بتاعك، وخروجات ومكان جميل جدا وهدوء وكوميونتي. خلص الكلام، اشوفكم على خير في عز الله. السلام عليكم.